متابعي القناة، واهلا وسهلا بكم معايا في فيديو جديد. غادي يكون من المحل ديال خويا ياسين، المحل الخاص ببيع مستلزمات الرضع، ويعني بنيته وليدات، ودابا مابقاوش عنده غير الرضع، ولا عنده حتى الوليدات حتى 14 سنة. كاين دي زارتيكل معايا هنا خويا ياسين. ها هو، مرحبا بكم. كي داير؟ لاباس عليك؟ بخير امور هانية، كلشي بخير الحمد لله، بارك الله فيك. انت كاين في قصرية الزموري؟ أيه. في شارع عبد المؤمن في درب غلف، تمام. الدار البيضاء كترسل لكازا وحتى خارج كازا، تمام. جميع مدن المغرب. خوش. اللي كتوجد عندها قربه تولد او لا عندها ان بيبي وبغات ليه حويجات، خويا ياسين يتكلف لك بكل شيء، عنده من زيرو موا حتى ل 14 سنه. أيوه. تبارك الله عليك. كنذكر انا قصريه الزموري على راه الاشاره ديالكم، كل شيء بارك الله فيك. راه على قبل على قبل على قبلهم جبتي لهم لي غون طاي، كانوا كيطلبوا لي الطايش كبار، جبنا لهم الطايش كبار. تبارك الله عليك. وكاين حاجه البلاد، وكاين حاجه ديال تركيا، كاين ديال الصبليون، كلشي ان شاء الله غتشوفوا معايا في هذا الفيديو. كنبغي نذكر انا قصريه الزموري كتسد فقط يوم الجمعه، يعني غير الجمعه اللي ما تيكونش خويا ياسين، وباقي الايام يعني تقريبا من 10 ونص حتى 7 تقريبا حتى 8 ديال العشيه. الحمد لله، الله يسر الامور وترجع للحياه كيف ما كانت. هي راه الفاكسان بدا دابا ان شاء الله. ايوا الحمد لله، الحمد والشكر لله. اول حاجه غنبداو فيها هي الكيطمه ديريكتومون، الكيطمه اللي كان على طلب كبير. ما تنساوناش غير من جيمو بارطاج جايب لكم شي بيجامات فنين، الكانيش، الفوطه، ياكل مبرا حتى هي كاينه. وبالنسبه لي سيرفيت غنوريكم ديال البلاد، وغنوريكم حتى ديال تركيا. بالنسبه لهاد السيرفيت يلبسوا هما نورمالمون ديال الولاد، هادي ولاد ديال الولاد، كاينه ديال البنات. غنوري لكم حتى ديال البنات. هادي كتفي جوج القطع بالسنيسله والجويب، انا غنوريها لي كتجي بحال ستيل الجويب، هو غير ديكوراتيف، والسنيسله والكابيشون، وفيها اللوينات بحال دابا هادي فيها البوردو الكري. اييه فيها البوردو. كاين هادي شحال هكا، هادي كاين الزرق، كاين بحال ان غوج البوردو اللي شفنا، وكاين هذا، هذا سي ان جون موطار كيف ما كيبان لكم، تحيحتو فوالا. والسروال ديالو نوريهم هذا، فوالا والسروال ديالو شوفوا شحال فنيونة كتحمق، اللوين غزال، شوفوا من الداخل كيفاش كتجي دايره، ماشي ديك الكيطمه اللي كتسخن اللي كتسخونه، هذه قطن البنات، هذه فنه. شوفوا كيفاش كتجي دايره، وشي حاجه واعره. نشوفوا السريويل ديالها راه طاح لك، ها انتم السريويل، ماشي النوار، في البلو مارين، في البلو مارين بالسيوره كيف ما كيبان لكم، ورجيلات مقبوطين. شوفوا معايا لا فينيسيون، شي حاجه زوينه، واخا ديال البلاد يعني مخدومه زوينه، شو انيقه بزاف بزاف، وكيديكم هانتوما ها اللوينات ديالها. بالنسبه للاعمار فيها من بالنسبه للطايات، فيها من عام حتى 14 عام، من عام حتى ل 14 عام. يعني دابا السيده اللي كتعجبها شحال تقول لك ولدي عنده 7 سنين ما كاينش قدو، بنتي عندها 8، بنتي عندها 8 سنين ما كاينش قدها. هنا جاب لكم الاعمار، غنقول لكم حتى ديال البنيتات حتى ل 14 سنه، من عام حتى ل 14 سنه. وبالنسبه للثمن ديالها هذه، بالنسبه للثمن هذه 130 درهم، 130 درهم البنات، على حسب الطايات. يعني جوج ثلاثه ثمن، قول لنا جوج ثلاثه 130 درهم، 4 6 8 140، اها، و 10 12 14 150 درهم، كلشي ناقص 10 درهم، 10 درهم فوالا. يعني اللي كبيره كاع 14 140 فوالا، و 4 6 8 كانت 150، بحال انت صولديتيها، ناقص 10 دراهم بالنسبه للمتابعين ديال القناه. بالنسبه للبنيات كاينه، البنيات شو كيبراكم فنه، غير الفرق هذه كتجي سنيسله نص طوق، هذه كتجي حتى لتحت، حتى هي البنات من الداخل كتجي قطن، يعني ماشي داك الشكل اللي كتزمت. انا ما كنحملش هذوك السيرفيطات اللي كيزمتو فوالا، هذا هذاك مونطوني كيتحب فوالا. شوف كيفاش الجويبات، وهذه ممكن تلبسها مع تيشيرت وتحلها، تجي بحال كابيشون واعره. والسروال ديالها فوالا كري، وفي واحد الكتيبه هنايا كيف ما كتشوفوا معايا بالغوز، والسريويل كيجي مقبوط. وهذه بالنسبه للوينات اللي فيها، هي فيها اللون، ها هما البنات، كاين الغوز مفتوح اللي شفنا دابا، كاين الغوز مغلوق، كاين الصفيفر، هادو هما الالوان، ها هما البنات شتو، هادو هما اللوينات، يعني الغوز مفتوح اللي شفنا، الغوز مغلوق، الشويبي، وهاد الجون موطارد، وحتى هي نفس القضيه، هي نفس الاثمنه، حتى هي فيها من عام حتى 14 عام، حتى هي 130 140 150، بارك الله عليك. دابا غنجي لكم ثاني البيجامات ديال بنيتات، هادو كنظن اغلبيه بنيتات، فيها حتى ديال الاولاد فوالا. شفتوا هادي البنات كيف ما كتشوفوا معايا، شوفوا من الداخل وشوفوا من برا، هادي كتسمى ياك بحال كانيش، كيتسمى كانيش، شفتوا وليديدات مبره، الكول مبره، وهاد البلاصه اللي مقبوطه هنا مبره فنه، وها السريويل ديالها، يعني جبتي لهم بيجامات ديال البرد، شفتوا فن واعره.
هذه تيها فيها القياسات مناش؟ فيها من عام حتى ثلاث سنين. هذه من عام حتى ثلاث سنين فقط، من عام حتى ثلاث سنين، وفيها الوان. دابا هذه فيها البيض، كنظن كلها بيضاء. كلها بيضاء وفي هذا الموتيف هوك. فوالا، في هذا الباندا هنايا، الاختلاف هو في هذه اللوينات هذو، كيكون إما غوز كيف ما كيبان لكم هنا، إما خضيضر. إما موف. إما موف. وكاين حتى الصفر. أولا الصفر. فيها حتى الصفر، فيها حتى الصفر. والصفر ديالها، هنايا ما كاينش، يعني تقريبا بحال فيها أربعة الألوان. شتو هاي البنات. من عام حتى لثلاث سنين، والثمن شحال كتبقى؟ الثمن هذه 60 درهم. 60 درهم فقط صود، واعرة. اللي بغات بيجامه لبنيت لبنيتها وغنوريكم الشكيلات اخرين 60 درهم فقط، كاين مرخص ياك اخويا ياسين. ها هي البنات، هي هذه ديال الفوطه اللي قلت لكم في الاول ديال الحلقه، هذه كتجي فوطه. انا كيعجبوني، انا غير ما كنلقاهمش بالنسبه للكبار، كيعجبوني البيجامات ديال الفوطه. ها انتم شوفوا من الداخل كيفاش كتجي سخيخنه وفي نفس الوقت رقيقه، ما كتجيش غليوضه، رقيقه كتسخن ورقيقه. حتى هي فيها اللوينات ياك، شوفوا السريويل ديالها بعدا، ها هو السريويل ديالها، تا هو كيجي فوطه من الفوق. ها نتوما، وبالنسبه للقياسات هي من عام حتى لثلاث سنين فوالا. واللوينات بالنسبه للوان يعني هذه باش زوينه كتمشي بنات وولاد. ها نتوما خمسه، فيها الغوز، فيها هاد السيال هذا، فيها البيج، فيها الشويبي، وفيها الصفر. ها نتوما يعني هذه ممكن دابا الوليدات يلبسوا هذا اللون وهاد، يلبسوا هاد ربعه اللوان باستثناء الغوز، والبنيسات تبارك الله ما شاء الله اليوم راه يلبسوا كاع اللوان. تماما هذا الشيء اللي كاين. هذه قلنا الثمن ديالها بشحال اخويا ياسين؟ 50 درهم. 50 درهم فقط سولد البنات، اثمنه حصريه ليكم فريمون تبارك الله اخويا ياسين، كيجيب الجوده باقل ثمن. شوفوا معايا البنات حتى هذا الشكل هذا، حتى هو كيمشي بنيتات ووليدات غير على حسب اللون. اما الشكل راه كيلبسوا بحال بحال، خصهم تيكونوا صغيورين من عام حتى ثلاث سنين كيلبسوا بحال بحال. هذه مبره فيها هاد لو ديسان هنايا، شفتوا فنه، شوفوا من الداخل. يعني دائما كنقول لكم مبره كتسخن وما كتزمتش، وفيها اللوينات، كاين هاد الكغي هذا والسروال ديالها في الكغي ياك، هو هذا ها هو السروال. كي قلت لكم كيمشي بنيتات ووليدات ياك، هذا كيمشي حتى هو حتى ثلاث سنين. عام عامين حتى ثمان سنين هذه، يعني فيها من عام ياك ثلاث سنين، من عام ثلاث سنين فوالا. واللوان كاين هذا الكغي، كاين الغوز ما بقاش ليه غيجيبو، كاين هذا بحال ان كابوتشينو بيج، كاين هذا البيض مع البلو مارين، كاين هذا البيض مع السيال، وكاين البيض مع البوغدو. ولي موتيف راه مختلفين شويه، دي موتيف هنايا، هذا نونوغس مع عاس، هنا هذا نونوغس مع لي زالفابي. شو وقلنا فيها من عام حتى لثمان سنين، كتمشي بنات ولاد. والثمن شحال كتبقى؟ الثمن واحد جوج ثلاثة 65 درهم. تماما اها. 4 6 8 4 6 8 حتى هي 75 درهم. 75 ما فارقينش 10 دراهم، يعني كاينه 65 وكاينه 75. تبارك الله عليك. غنبقاو دائما في البيجامات ديال المبرا، كاين هاد الستيلات هادو، كاين فيهم حتى هما ديال البنيتات وديال الوليدات اللي كيبغيو هكا لي موتيف ديال لي ديسان زانيمي، بحال دابا هادي توم وجيري، كاين فيها سبايدر مان كنظن، كاين فيها ميكي ماوس، كاين فيها كيف بزاف ديال المخيات. احنا جبنا لكم هاد لي دو زي شونتيون باش تشوفوه معايا. هادي تاهي فيها من عام حتى لثمان سنين ياك، وفيها اللوينات بحال دابا حنا ها ياك، فيها اللوان الكحل كري بوردو، الكحل كري بوردو بلو مارين. وهادي ولاد والخزي، كاين واحد الشكل، ها هما البنات انا بنوريكم اللوينات ديالهم باش ما نجبدوش كلشي، ها هما اللوينات. وفيها تاهي من عام حتى لثمان سنين. وبالنسبه للاثمنه هذه 65 من عام حتى لثمان سنين ولا بحال بحال؟ بارك الله عليك، يعني سواء عام عامين ثلاث سنين اربع سنين، ماشي بحال الاخرين كلهم 65 درهم. وفيهم اللوينات، دابا غنشوفوا ديال البنيتات، ها هما دي موتيف ديال البنيتات. انا اختاريت لكم فروزن، شتو حتى هي فيها من عام حتى لثمان سنين، فنه. شتو هاي كيفاش كتجي دايره؟ مبره دائما كتسخن وما كتزمتش، حيت كيكون واحد الخصاص سورتو في البيجامه ديال الوليدات وديال البنيتات. من عام حتى لثمان سنين 12 14 يكون واحد الخصاص. خويا ياسين وفروا لكم هنا، كنذكر دائما كاين في قصريه الزموري، واللي عجبتها شي حاجه البيض راه كنحط لكم الرقم ديالو ديال الواتساب، تواصلوا معاه كيرسل لكم، سورتو الناس اللي ما قدروش يديبلاصاو ياك خويا ياسين، هو يصيفط لكم الخط واخا تكونوا في كازا، وحتى الناس اللي خارج كازا يصيفط لكم اي شكل بغيتو واللون اللي بغيتو. حتى هذه فيها من عام حتى ثمان سنين، وحتى هي فيها اللوينات حتى هي 65 من عام حتى ثمان سنين. تبارك الله عليك. كاين البنات حتى اللي غيسولوني على البيجامات ديال تركيا، هادو فنين البنات، كاين فيهم ديال 80 وكاين فيهم ديال 100 درهم. ها هما البنات لا مارك تريس، شفتوا هاي واش ديال تركيا ولا ديال سبليون؟
لا لا مارك ديال اسبانيا ديال اسبانيا اه لا مارك تريس ديال سبليون هادو البنات ها نتوما شفتوا كنتو ملي ممكن تمشي بريتات وكاين بحال هادو مثلا ديال ديال هاد باتمان فوالا مشات ليا ديال ليفي ديال هاد لايف شفتوا هادو كلهم كاين فيهم حتى 14 عام حتى 14 عام حتى 16 عام فوالا حتى 16 عام والاثمنه ما بين 80 و 100 درهم راه باقي متوفرين كي قلت لكم ديال لا مارك تريس هما وشكيلات مختلفين وشوفوا معايا البنات هاد لو موديل غزال 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 هادو ديال تركيا هادو ديال تركيا شي حاجه زوينه غير للاشاره قلت لي هادو الا مشاو ما كيتعاودوش كاين السلعه ما كتعاودش ما كتعاودش يعني كيجيب منا شي حاجه ملي كيبغي ياخذ ما كيعاودش يلقاها هادشي هاد مع هاد الكورونا ما كتجيبش الكونتيتي فهمتي هادشي اللي كاين كتجي السلعه في الطياره وكتجي زايده في الثمن هادشي اللي كاين ولكن هذا راه مطلوب هاد الشكل ديال ميكي ماوس مطلوب والستيل ديالو انيق جدا هادي حد 4 سنين ياك حضر 4 سنين من عام فيها عام عامين 3 سنين 4 سنين هذه تمشي بنات وولاد هذه تمشي بنات وولاد ومتوفره في جوج تلوينات كيجي الفوقاني في لو روج والسريويل كيف ما كيبان لكم كيجي في لو غري وكاينه هذه اللي كتجي غري في غري شفتوا تمشي بنات وولاد لا كاليتي ديالها الطوب ما تذكروش عليها شوفوا كيفاش كتجي دايره فنه 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 كنعرفوا سورتو هاد لي موديل ديال ديزني لاند تيكونوا نغما ديال اولا ديال ديزني عفوا كيكونوا غاليين حتى في المحلات الكبرى فاش كندير لكم جوالات تيكونوا غاليين غير حيت مصور فيهم ميكي ماوس فوالا بالنسبه للاثمنه 135 درهم يعني 2700 ريال واثمنه ديما تنقول لكم راه اثمنه حصريه لكم نتوما يعني ديما خويا ياسين كيدير لكم واحد لابتيت غوميز وكنذكر فيها عام عامين 3 سنين 4 سنين دابا غنوريكم موديل اخر خاص غير بالوليدات ممكن حتى السيدات يلبسوه مثلا الا بغات هكا شي بنيه تلبسها سبور مي هو جاي نورمالمون خاص غير بالوليدات بقاو معايا كيف ما كيبان لكم البنات هذا هو الموديل اللي قلت لكم هو نورمالمون مديور على حساب وليدات ولكن كاين السيدات اللي ما كتكونش عندهم قاعده يعني ما كيفرقوش ما بين الوليدات والبنين والبنيتات سورتو ان لي كولور يمشيو ليهم لي دو غير الشكل زعما تيبان يعني ولاد اكثر ولكن كنظن حتى البنيتات يقدروا يلبسوا هذا قلت لي فيه ثلاث ست سنين هذا فيه حتى ست سنين عام عامين ثلاث سنين اربع سنين خمس سنين ست سنين شوفوا معايا السريويل كيفاش كيجي من هنايا توب واو لا كاليتي ديالو كيجي طايح مقبوط فوالا جوغينغ هكا كيجي سبور فنيون بلا قب الكول داير وكيف ما قلت لكم كيمشي حتى للسنين وفيه جوج تلوان كاين هذا الغوج مع البلو مارين مع النواغ لا الغوج مع البلو مارين مع البيض عفوا وهذا البلو مارين مع الكري مع البيض والثمن ديالو بشحال كيبقى خويا ياسين حتى هو 135 درهم غير هذا كي قلت لكم فيه حتى لست سنين فوالا اللي عجبتها شي حاجه البنات غير تصور الشاشه وتصيفطها لخويا ياسين في الرقم ديال الواتساب اللي غنخلي لكم في صندوق الوصف كوتي بيبي دابا غنتاقلو كاين دي غونويير غتشوفو معايا البيسات مانطات فغيمون شي حاجه زوينه اول ارتيكل غنبدا ليكم بيه مع خويا ياسين هاد الشي ديال الزياده هو هاد المنطه هادي حمقاتني شوفوا الرويس كيفاش كتجي دايره ها نحلوها كاع هذا قلتي ديال تركيا اه زوينه كاين عنده حاجه كي قلت لكم ديال البلاد كاينه ديال الصبليون وكاينه ديال تركيا في المحل شوفوا كيفاش كتجي غزاله حتى كادو واعره هنا كيف ما كيبان لكم بحال كنقولوا حنايا بحال بوليغ من هنايا اولا الكانيش بهاك الودينات دايره بحال هذاك الكروشي ياك يعني بحال مخدومه بالكروشي وشوفوا معايا واعره شوف شوفوا من بحال التوب ديال بحال خدمه ديال التريكوات الصوفا ياك تقريبا فنه وفيها لوينات خطيرين كاين هاد لو غوز يعني ديري فيها لو بيبي هذا ممكن حتى لسيموا ممكن ديري فيها لو بيبي حتى لسيموا فنه كتسخن والشكل ديالها انيق بالنسبه للوينات اللي فيها كاين لو غوز كاين هنا لو بيج مع هاد الصابل هذا اها كاين هنايا البلون كاسي اها وكاين زريرق شويبي فنيونين 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 شوف وبالنسبه للثمن شحال كيبقاو 150 درهم 150 درهم فنه اللي كتوجد حقيبه الولاده غتديها معها للسبيطار وغتولد في هاد لا بيريود هذه كديرها تليق ليها ياك ديال هاد ديال هاد البلد سخيخنا وفي نفس الوقت الا جا مثلا بغى يزورها شي واحد ولا في الدار كتبان 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 انيقه زوينه الثمن كنبيعوها انا ب 170 درهم غل الاثمنه ديما تنقول لك ديما ملي كنبغي نصور كتنقص لهم شويه ضروري ضروري تبارك الله عليك كيبقاو ب 150 نبقاو دابا في المنطات دائما كاين هاد لو ستيل هذا بلاد ولا المغرب بلاد ولا مغرب قلت لك حتى هو تركيا شوف هادي زويونه ثاني شوفوا معايا كيفاش كتجي كتجي كلها بولي غادي سخيخنا شفتوا شوف كيفاش كتجي دايره واعره وفيها واحد لو موتيف هنايا ديال الكبيش بالودينات
ها هما اللور كيفاش دايره، لون واحد سامبل. دابا هذه نورمالمون وليدات ياك، ديال وليدات وفيها الغوز، فيها الغوز، فيها الغوز، ها الصفيطر ديالها شفتوا، وفيها لو غوز ديالها. وتا هي الثمن ديالها هذه 90 درهم، 90 درهم هذيك 150 وهذه 90، وتا هي ديال تركيا، تا هي ديال تركيا. دابا غادي ننتقلوا لي غونيا، خصوصا هادو ياك ديال الزياده، ديال الزياده اللي كتبغي مثلا السيده تلسيموا فيها تلسيموا. يعني نورمالمون هذه دابا اللي شاده انا من 0 مو حتى 3 مو، يعني من الزياده حتى 3 مو يبقى يلبسها لو بيبي، وهي فيها حتى تلسيموا ياك بالنسبه للعبار. هذه كتجي بحال الطقم، كتجي فيها البيسه ان غونيير ولا الباربوتوز كيفاش كل واحد كيقول ليها، مع الطويقيه ديالها فنه. هذه ياك مبره ياك فنه، فنه لا كاليتي ديالها غزاله. هذه السيده ملي يلا كيتزاد البيبي كتلبسها ليه، لازم ملي كيزوروها الناس كتبقى البيسه بريزونطابل غزاله. بالنسبه للوينات فيها هذا اللون هذا الكري، وفيها هذا البلو مارين، وما كاينش ديال البديل بنيتات. هذا البيج ممكن يمشي بنيتات ووليدات، غير هذه بالنسبه ليا ياك وليدات كثر. ها هما كاين ديال البنيتات، البنيتات مبارعين شفتوا. فيها زيرو، فيها من زيرو موا حتى لتخوا موا، وفيها من تخوا موا حتى لسي موا ياك. الثمن شحال كتبقى؟ الثمن 90 درهم، 90 درهم فقط البنات، تبارك الله عليك. نورمالمون هي 100 درهم، خلاها لكم نتوما ب 90 درهم. الموديل الثاني بنيتات، فن فن فن، شوفوا معايا كيفاش كيجي داير، شوفوا معايا التفاصيل. الوليدات داروا لهم بابيون هنا، البنيسات داروا لهم بابيون هنايا شفتوا، والبوني والطريريقات بيان سور، يعني كتجي ساهله للسيده ملي كتبغي تبدل البيبي ديالها. فنه تاهي، شحال فيها من لون؟ تاهي فيها اللون، كاين الغوز، كاين هذا الغوز بالكري، هذا هذا غوز ابيض، هذا غوز بالكري. ها كاين هذا اللون، هذا فين هو؟ تا هو غوز، هذا غوز مفتوح. فوالا هانتوما انا غيحطهم لكم بثلاثه وغتشوفوا. هذا غوز مفتوح، هذا غوز مغلوق، وهذا غوز مع الكري. شفتوا هما ثلاثه ديال اللوينات، تا هي فيها 0.3 وفيها 3.6 ياك، من 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 الزياده حتى لست شهور. والثمن ديالها تا هي نفس الثمن، تا هي 90 درهم فقط. ودابا البنات غنجي لكم واحد لونسومبل هذا ديال الزياده اللي كتبغي تديه في الحقيبه ديال الولاده. شفتوا توا توا زعما حضاري ياك البيبي، توا تيكون حضاري. شوفوا معايا لو بتي برانس كيجي بال بال بهاد بهاد تيقول لها هذيك الوريضه بابيون فوالا الفوق، والبابيون كاينه في البوني، وكاينه حتى في الرجيلات، وكاينه حتى في ليغون، حتى في حتى في الليكات شفتوا. باش عجبني هذا فيه حتى 9 شهور، والمفاجاه ان فيه ديال البنيتات اللي ما كانتش الفيديوهات السابقه. دابا جاب لكم بنيتات ستيل برانسيس، شتو التاج فين دايرينو، حتى هي بالبابيون في الغوز. الوليدات كيجي سامبل، بنيتات زادوا ليهم الدونتيل شتو، هانتوما البابيون في في البوني في ليغون وفي الرجيلات. هنايا كيف ما كيشوفوا معايا هاد هاد العقيدات كيجي فيهم بحال الحجيرات، البنيتات مفركسينهم، الوليدات ديري لهم داكشي سامبل. شتي هذا هو الفرق. وبالنسبه للاعمار او للقياسات، 0 موا تلاش تلنا فمو، هذا كي قلت لكم ماشي بحال هذا، هذا فيه حتى 9 شهور، وكيجي فيه طقم، كتجي البيسه مع الليكات مع البوني. وبالنسبه للثمن ديالها شحال كتبقى؟ 90 درهم ياك. وبالنسبه للوان فيها هذا وهذا، وكان واحد البيج ما كاينش، ها هو البلوسيال، شفتوا اللوان البلوسيال اللي كتبغي مثلا، وكاين الصومون فيه الفراشة، ما فيهش شفتوا، هنا ما فيهش، هنا التاج فيه هنايا بابيون، وحتى لهاد لي هاد هاد الوريضه اللي هنا كتكون كبيره وبلا استخاص، ولكن نفس الثمن، نفس الثمن. حط لهم لي دو موديل ديال الغوز باش يشوفوهم، هذا مع هذا فوالا، هانتوما كيفاش نتوما اختاروا نتوما يبان لكم. وحتى هو فيه تل نفمو بحال بحال بحال، حتى هو فيه تل 9 شهور. والثمن شحال كيبقى؟ 90 درهم، حتى هما 90 درهم. فن اثمنه غزاله. اللي عجبتها شي حاجه البنات دير كابتشور ديكرون، ودائما تنقول لكم كنخلي لكم الرقم ديال خويا ياسين في صندوق الوصف، صيفط ليه ويرسل لك فين ما كنتي، سواء في كازا او لاي مدينه في المغرب. ودائما في الجديد اللي دخل خويا ياسين المحل كاين ثاني هذا لو موديل، هذا الثمنه غزاله، يعني اللي عندها القليل واللي عندها الكثير، زعما كاع الميزانيات كاع لي بيدجي متوفرين عند خويا ياسين. بالنسبه لهذا لونسومبل هذا كيجي بولير ياك، بولير هذا ياك، وكتجي فيه لا لا غونيغ، وريها لهم من اللور خويا ياسين، هانتوما كتصدب طريريقات بحال هكا فوالا. نعاود نشوفها من القدام، كيمجي فيها البوني ديالها، وكيمشيو فيها الليكات ديالها
شوف شحال كتجي غزاله وفيها بنيتات وفيها وليدات بالنسبه للاعمار فاهمين 0 موان حتى 0 موان ها 0 موان 3 موان 0 موان 3 موان دابا هذه تلبس من 0 موان حتى 3 موان شوفوا شحال جات زوينه مع هذه وشوفوا هاد الزريقه كي جات زوينه مع هذه يعني السيده ملي كتبغي توجد يعني داك التروسو ديالها ديال كل ما يخص يعني المرحله ديال الولاده وملي كتبغي تمشي للسبيطار وهذا تبارك الله خويا ياسين ديال لك من ا حتى زد كلشي كاين انا غنوريكم لي برودوي ها كلشي جبتيهم غنوريهم لكم البنات غيبقاو معايا في هذه الحلقه يعني تبارك الله داكشي غزال والثمن شحال كيبقى 70 درهم فقط تخيلوا معايا هاد البيسه هادي قلت لكم بالبوني ديالها بالليغات ديالها من 0 موان حتى 3 موان بنيتات وليدات 70 درهم فقط وشوفوا معايا البنات هاد الشكل الثاني الاول وريتكم فيه الطريرقات كيتسدوا من اللور هذا فيه الطريرقات كيتسدوا من القدام شوفوا معايا حتى هو كيحمق هانتوما وتخيلوا معايا البنات الثمن ديالو 70 درهم فقط هانتوما ديال الزياده اللي غتولد في هاد الشهر هذا هذا هو لونسومبل اللي غيخصك فيه ديال الوليدات وفيه ديال البنيتات شوفوا معايا البنات ليغون كيفاش دايرين شوفوا معايا البوني وحتى هو فيه من 0 موان حتى 3 موان يعني من زياده حتى 3 شهور والثمن قلنا 70 درهم فقط دابا البنات غادي نوريكم واحد المنطات قلتي لي عليهم طلب ديال بيير كاردان ها هما البنات بالنسبه لي بيبي العباره خويا ياسين اللي فيهم شحال مترو 10 على متر و40 كتجي سامبل كيف ما كيبان لكم افيك هاد لو بتي نونورس هنايا وهنايا سينياتور ديال بيير كاردان وبالنسبه للالوان كاين البلو سيال هذا بالنسبه للوليدات اها هانتوما هاد الزريرق هذا شوفوا معايا الكونات عنده تبارك الله كاين هاد لو روز فوالا وكاين هاد الصفيفر يعني حتى اللي بغى يعطي كادو وما عارفش لو سيكس ديال لو بيبي كيدي هاد الصفيفر بحال صفيفر بيج خفيف اللون ديالو غزال واللي عارف راه كاين الغوز البنيتات والزرق الوليدات وبالنسبه للثمن اخويا ياسين 270 درهم نورمالمون شحال كانت دايره 300 درهم فوالا دابا دار لكم 270 درهم اثمنه حصريه لمتابعي القناه في المنطات دائما كنحتاد لو موديل هذا ديال لا مارك ناف ناف شتو كيفاش كيجي هذا دابا في لو بيج يعني ماشي بنيتات وليدات غتجيب فيها الغوز والبلو غادي يكونوا ان شاء الله هذا الاسبوع الغوز والزرق ودابا فيها لو بيج هو اللي كاين دابا في المحل العبار ديالها حتى هي متر و40 على متر و10 تماما والثمن الثمن هذه دايره 200 درهم 200 درهم 4000 ريال نورمالمون دايره 220 حيد لكم 20 درهم انا غنوريها لكم من الداخل غير باش تشوفوا وعطي واحد الملمس كيفاش داير واعره 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 شتو وريناكم تقريبا ياك وريناهم من 90 درهم المينطات شتو هذه دايره 200 درهم في العوض ديال 220 ديال الاسباني هذا واعري ها نتوما البنات بالنسبه للمنطات راه كاين ان لارج شوا غير هذوك ديجا وريتهم لكم اللي كتجيك بالخديه ديالها وفيها الالوان كاين هذاك لو ستيل حتى هو كاين هذاك لو ستيل ديما كيتعاودوا هادو ديال لوكال ديما كيجيو شوف كاين بزاف ديال الشكيلات دابا كنوريكم انا غير اللي ما وريتكمش شتو كاين ثاني هاد لو موديل غنوري لكم هذا ديال البلاد ياك هادو ديال الشمال ديال الشمال هادو قال لي موديلات يعني مرخفين الثمن ديالهم يعني مناسب ها نتوما كتجي مضوبله شوفوا معايا اللوينات ديالها وحتى فيها الغوز غنوريكم دابا البلو غنوريكم حتى الغوز شوف كيفاش كتجي دايره وريها لهم الجهه الاخرى خويا ياسين ها نتوما شتو هذه مثلا دابا وليدات راه من اللون ملي كندير هكا كيبان باهت ملي كتقرب بحال هكا راه كيبان اللون مغلوق يعني على حسب التصوير وبالنسبه تقريبا راه هي كبيره فيها شي متر فيها شي متر كنظن بحال الاخرى ياك شي متر 40 ل 100 متر 10 فوالا ها وريهم الغوز ديالها هانتوما اللي بغات تاخذها ليها اولا اللي بغات تاخذها ككادو هذه ديال البنيتات شوف امتي نونوكس هنايا كتحمق حتى هي شوفوا معايا ملي كنقرب ها هي كي كتولي ناصحه شي غير على حساب لا لوميير ملي كنبعدها كتبان بحال باهته والثمن ديالهم هادو بجوج اللي شفنا دابا شحال 85 درهم فقط 85 درهم وشي حاجه زوينه البنات راه كيجيو مضوبلين 85 درهم من لي زارتيك اللي مطلوبين قال لي اخويا ياسين هو هاد لا مارك بوتشي ديال الاسباني شفتوا كيفاش هادي واعره اللوينات اللي فيها خطيرين 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 شفتوا شوفوا الزواقه ديالها فوالا فيها الغوز وفيها الشيبي الشيبي خداتها السيده البيج دابا عندك متوفره البيج والغوز واللوان كاينين ديما كاينين
شي واعره 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 ما بغيناش نحيدها من لومبالاج. شوف كيفاش كتجي دايره، كتجي بحال كتجي بحال محفره ياك، بحال محفره. انا غنوريكم غير من هنايا غير باش تشوفوا كيفاش كتجي دايره هانتوما. وحتى هي كتظن نفس العبار، متر و 40 تقريبا على متر و 10، والثمن ديالها 200 درهم. شوفوا البنات كيفاش كتجي دايره، وقلت لكم متوفره في 3 ديال اللوينات. اللي عجبتها شي حاجه، علاش كنطول انا باش تقدر تصور الشاشه، سورتو الناس كيكونوا في مدن بعيده، وتصيفطوا الرقم ديال الواتساب ديال خويا ياسين. من الحويجات الزوينين اللي عند خويا ياسين هو هاد المنطه كاش. شفتوا كيفاش كتلبس نورمالمون بحال هاد الشكل هذا، وفيها قلتي لي اللوان، حنا غنحلوها دابا باش تشوفوها. فيها اللوان هادي دابا الغوز، شوف كيفاش كتجي دايره. شوف ها وريها لهم خويا ياسين، اها ها انتم، هذه غزاله شفتوا، كد فيها الطريريقات من هنا باش البيبي الا بغيت تخرجي ليه هدياتو ويبقى سخون. شفتوا ها انتم من الجهه الاخرى. حنا اللي كنتسناو منكم فقط جيم و بارطاج للتشجيع، وباش المحل ديال خويا ياسين يتعرف ويشوفوه الناس، بارطاجيو لا فيديو وشوفوا هنا كيفاش كتجي دايره. حتى البيبي ها انتم هنا بحال بحال كتولي بحال البيسه. شفتوا بغيتي تحليها كلها كتولي مانطا. شوف البيسه كتجي فنه ومحفره، محفره فيها الالفابي، فيها الالفابي ها انتم ا ك اس. شفتوا نجيمه غزاله، شحال من لون فيها هذه خويا ياسين؟ فيها الصفر، فيها الشيبي، البيج، اها ربعه ديال اللوينات. يعني الغوز والبلو راه مولات قاعده معروفه بنيسه ولا وليد، ما كنتوش عارفين وبغيتو تعطيوها كادو. فوالا شتو كيفاش كتجي، كتاخذوا اللوينات الاخرين. شتو ها هي، شتي شوفوا الشكل ديالها، فيها لو بتي نونورس هنايا وفيها الالفابي كتحمق. والثمن ديالها خويا ياسين شحال كتبقى؟ الثمن ديالها 115 درهم، ناقصها 15 درهم تبارك الله، نورمالمون 130، وكتبقى لكم نتوما اللي بغاوها ب 115 درهم فقط، وفيها 4 ديال اللوينات. هذه كتمشي يمكن من زيرو ومن زياده حتى العام، يمكن هذه حتى العام، لانها كتجيك بيبره تبارك الله عليك. دابا البنات غنجي لكم كوتي ساك بوغ بيبي، راه عنده البنات هادو اللي كيجيو جوج القطاع ثلاثه القطاع، كاينين متوفرين في المحل. شفتوا كاين الحمال، كاين كلشي كلشي، هذوك اللي كنحطو فوق منها البيبي ملي كيبغي هكا باش يلعب، كنبغيو نحطوه باش يلعب تبارك الله. لي برودوي هنايا تا هما كاين متوفرين، غنرجع لكم باش نوريكم لي بيبغوني كاينين. غير بالنسبه للساك هذا هو الاكثر طلبا دابا والاكثر مبيعا ياك، هذا اللي كيجي ساكادو براتيك بالنسبه للسيده. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا كاين جيب بالنسبه لي بيبغون، هنايا جيب مثلا كتقدري تخشي فيها مثلا لي كوش اللي تيكونوا مثلا مسخين اولا شي حاجه. هنايا وباش عجبني لاستيك، يعني اي حاجه حطيتها واخا تكون كبيره هنايا متسعه. شوفوا فين كتحط لي لانجيت وكلينيكس ياك، هنا فين كتحطي لانجيت التليفون المشواق. شوف تيفكروا في كلشي. لا ما واش ممكن تحتاج، هذا راه يبقى معاك حتى العامين، عامين ونص بالنسبه لو بيبي. اها هذا كيلصق فوسيت صح، كيفاش كتلصقوا فيها صافي مخير هذه القضيه. شفتوا وحتى بالنسبه للظهرقات، حتى السيده ملي كتهزوا في ظهرها ما كيتقلش عليها مهما كان فيه، ما كيتقلش عليها. شفتوا حتى هي جيب كله 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 جياب تبارك الله، كله ديرونجمون الفراشه ها هي الفراشه ديالو اللي كتبغي تبدلي البيبي ديالك في اي بلاصه كنتي. فوالا ولافابل كتمسح وكتغسل، نوري لهم من الداخل شحال شحال كيهز. هذه فين كديري البيبغون ولا كديري مثلا الترموس اللي فيها الماء. شوفوا شحال من جيب، واحد هانتوما جوج ثلاثه اربعه وعاد هنايا خمسه، يعني كيجي كله داير بالجياب عاد هذا. شفتوا هانتوما شوف كيفاش كيجي الطريقه ديال سدو لي خويا ياسين، عريض راه كيهز تبارك الله. الكادو راه كيجي في البواط بصح، كاينه كيجي في البواط ديالو. شفتوا ولا مار كيف ما كيبان لكم، ولا مار شيكو هانتوما. هذا شحال فيه من لون دابا عندك متوفر؟ فيه البلو مارين والكحل والكرون. والكرون ها هو الكرون البنات، هذا يمشي بنيتات وليدات بالنسبه لي، يمشي لو دو. الكحل ها هو تا هو، وفيه حتى البلو مارين. راه هو الفوق البنات شتي، راه هو البلو مارين شتوه. ها هذه هي البواط ديالها، لا بواط كتجي على هذا الشكل، يعني ملي كتبغي تعطيه كادو كيديروا لك غير في ان بابي كادو ساشي تبارك الله، كاين تقدري تاخذيها من اي بلاصه وكيجي كادو غزال. بالنسبه للثمن شحال كيبقى هذا؟ هذا 300 300 درهم 320 فوالا، ديما كتكون واحد لا بتيت غوميز. كيبقى لكم نتوما ب 300 درهم لا مارك شيكو.
فوالا ننتقلوا للارتيكل واحد اخر. دائما في السيكان كاينه حتى هذا الشيكو لا غير هذا قال لي فيه القطع كثيره هذا كيتهز على الكتف شوف عندني تبارك الله بحال شي صاك لي كاسه كبير ها هو ها نتوما فيه صاك كبير وصاك صغير ها نتوما كاين هذا وكاين هذا لو ساك هذا حتى هو الا كنتي خارجه يمكن غير شي بلاصه قريبه تدي هذا هذه بلاصه البيبغون كنتي غاده مسافره كتدي هذا الكبير بقاو معايا البنات نكملوا معكم البنات خويا شي مساج جاوب غير في التليفون هذه قلتي اش كيحطوا فيها هذه لي زانو فيها الجلده ديال السنان سكات على السلسله هذيك فوالا داكشي اللي صغيور كتبخا فيه كتبغي كتخافي توضر كتحطيه هنايا ها هي اها وعاد فيها ثاني هذه الفراشه ديال التبدال هاكا خويا سي وهذا الصاك من الداخل كيف ما كتشوفوا ها نتوما هنايا هذيك ديال قلنا ديال الترموسه اولا البيبون فوالا ومن الداخل كيف ما كيبان لكم كيجي على هذا الشكل كبير وفيه جيب من هنايا وبيان سوغ من برا هنا راه كله جيابيات فيه من هنا ها نتوما كاين هاد الجنيبات فوالا وكاين حتى من اللور ها نتوما قداش بارك الله يعني شوفوا شحال من قطعه فيه واحد جوج القطع الكبيره ثلاثه اربعه في خمسه القطع فيه خمسه ديال القطع حتى هو فيه اللوان ولا غير اللون واحد هو فيه اللوينات شحال في الغوص فيه غير هو فيها البيجو الزرق ولا البيجو الحمر فوالا اما البيجو الزرق على حساب الويدات ولا البيجو الحمر كنظن على حساب الميتات والثمن ديالو الثمن 240 هذا 240 درهم حتى هو ناقص لي اخويا ياسين ضروري ضروري 240 درهم دابا غنجيو لهاد لو ستيل هذا قال لي اخويا ياسين كيجي ساكادو وكيجي ساك لي دو بغيتي تهزيه ساك صغير كتهزيه بغيتي تهزيه ساكادو وري لهم من اللور اخويا ياسين فيه هادو ها نتوما كتهزيه كتهزيه ساكادو هذا بحال اثنان في واحد تمام فوالا شفتو وكتقاديه على حساب العبار بغيتيه مجموع بغيتيه مرخوف شفتو كيجي اسبرو فوالا شفتو اها ولا بغيتي ديري ساك راه كديري ساك كتشديه من هنا عندي سمطه فوالا عاد السمطه هادي هادي هي اللي كتجي فوق الكتف باش ما كضركش اييه فوالا شفتو تي كتاجيستا على حساب واش بغيتو حتى هو طويل ولا قصير وتاهي فيها الجويبات كيف ما كيبان لكم يعني كاين جيب هنا كاين جيب هنا يمكن حتى اللور فيه جيب اخويا ياسين والله ها حتى هو فيه جيب فوالا نشوفوا الداخل ديالو كيفاش كيجي هاكا حتى هو كله كيجي جياب من هنايا مخدوم ومخدوم شتو والله الا بصح مخدوم شتو نتوما هنا قاصح هنايا ديالو وبالنسبه لتي هو فيه لا تخوس حتى هو فيه لا تخوس وهذا واش هو فيه اللوينات هنا سي طاموف كيجي ايزوتيرم البنات لا تخوس ديالو ماشي بحال الاخرين هذه كتجي ايزوتيرم يعني حطيتي البيبغون كتبقى لك دافيه حطيتي الترموس فيها الماء سخون كيبقى سخون ها هي هذه الفراشه اللي كنت غنسولك عليها الفراشه كيبقاش كتبدلي البيبي هي هذه اها شفتوا زوينه حتى هي لافابل وكلشي وبالنسبه للوينات كاين فيه فيه اللوان فيه اللوان هذا فيه هذا الموف فيه قلتي الحمامار هذا هذا الحمار شفتوا شوف غنوريكم نوريهم من هنايا ها انتم فيهم هذا الماغون فيه البيج شو اللوينات اللي فيه اربعه ديال اللوينات والثمن ديالو شحال كيبقى هذا خويا ياسين الثمن ديالو هذا 180 درهم 180 درهم وكاين هاد اسبرو اللي بينو بين كاين هاد اسبرو اللي رقيق وكاين واحد اسبرو غليظ بان ليا تبان ليا هذا شكل بحالو ولا شكل اخر لا هذا هو هاد هذا اللي فيه ثلاثه القطع هو هذا البنات اللي كيبان لكم هنايا فوالا قلنا هذا الثمن ديالو قلنا 170 هذا 180 180 عفوا وهذا اللي فيه اللي شفنا دابا هذا 190 درهم 190 درهم هذا كيف ما كيبان لكم ها هو فيه ثلاثه القطع حتى هو كاين هذا اللي حداه هذا 160 درهم 160 درهم شفتوا لكن ان لارج شوا بالنسبه للساك هذاك فيها لون واحد كيجي هكاك ميكس هذاك الاحمر شحال الثمن هو زوين الشكل ديال الساك ديال العيالات كيتهز زوين الشكل ديالو سي فري وكله جياب الثمن ديالو شحال هذاك هذاك 200 200 فيه لون واحد تماما وهذاك اللي بقى داك الماغون الماغون فيه الماغون الكحل واخا تجبدوا ليا حنا غنشوفوا هذاك راه ما بقاش ياك الكوير ما بقاش لا بقات منه بياسه يمكن هذيك اللي تما بقات بياسه البنات ربت الحفله بقات هذيك البياسه ياك اخويا ياسين هذاك البيستاج بقات غير بياسه ها هو البنات اللي الفوق انا وريته لكم جا
شفتو حتى هو فيه الجويبات فوالا الطريقه ديال السده ديالو كاين انيق هو انيق وفيه جيب من هنا وفيه من هنايا وكيف ما كيبان لكم كيجي ستيل ها نتوما يعني بلاصه فين ديري البيبرون وكيما حتى هما كيجيو ايزوتير شفتو الا بغيتي تشدي شي حاجه هنايا حقا حتى هو زوين شوفوا من اللون السيم مجموع هو حتى هو عنده سلسله ها نتوما شتي الا بغيتي تحطي مثلا شي حاجه اخرى لا زويون تيبان لك صغيور ولكن تبارك تبارك الله كيهز وشحال الثمن ديالو هذا؟ على 130 الثمن غزال انت غزال 130 درهم فقط صاك بحال هذا كتاخدي نورمالمون من بلايص اخرين الا بغيتي شي ماركه راه كتاخدي غير من 250 300 الفوق ماشي نوع ماشي لوكا فوالا ولكن زوين مخدوم زوين شفتو 130 درهم فقط واللوان قلنا كاين غير هذا اللون هذا اللون والمارون هذا شنو هو كحل هذا الكحل والمارون هو اللي كاين الفوق راهو 130 درهم هنا البنات ضروري ما نوريكم لي بيبغون اللي عنده هو تبارك الله راه عنده بزاف ديال لي برودوي كاينه حتى هذه ديال الكياك اللي كيديروا اللي كتبردي البيبي وكيبقى يعض فيها ملي كيديروا هاد السنينات ياك هي هما هذو خويا ياسين ها هما البنات حتى هما عنده هذه ديال الهايات عنده دوك هادو لي بغوص المعلقه الفرشيط كل ما يتعلق كيف ما كيبان لكم هنا بلا بيبي هذه ديال السكاته باش كتشدوا السكاته شتو سكيكيتات كل شيء كاين هنا بالنسبه للافنت اشنو عندك عندك من زي من الزياده فيها ثلاثه الموديلات شتو سورتو السيدات اللي كيبغيو يديروا الرضاعه ميكس يعني كيبغيو يديروا مثلا ترضع بشكل طبيعي ودير الرضاعه بحال هاد الرضاعات هادو هادو ديال هاد لا مارك افنت كيعاونوا شتو ها هي البنات في الحجم الصغير فوالا وعندك الحجم الكبير هاي راه كتبين تسهل الجمع مع الرضاعه الطبيعيه يعني السيده ملي كتبغي ترضع يعني طبيعي وترضع حليب ديال لا فارماسي الوليد ما كي يعني ما كيرفضش لا لو سان ماشي بحال الرضاعات الاخرين حيت هي مصوبينها بواحد الشكل تقريبا كتشبه يعني لو سان ديال لا مامو ياك بالنسبه للثمن ديالها هذه شحال كتبقى؟ هذه 120 درهم 120 درهم ولكن راه كبيره فيهم 330 ها هي 330 امل كيف ما كيبان لكم اها هذه من 3 شهور الفوق تمام من 3 شهور الفوق هذه فين ديال الزياده كاينه هذه الدوزيام ديالها بعد غنوريك السعر هذه هي الموين الموين هذه فيها 260 امل شوفوا كيفاش كتجي دايره راه حتى الراس كيف ما كيبان لكم ها نتوما شوفوا الراس كيفاش داير غزاله هذه هاد لا مارك هي اللي كنت عندي في هذا فولدي الاول اللي كنديرها لي رضاعه ميكس هذه واعره واعره وما كتعذبش حتى لي بيبي وما كديريش لهم حتى لي غاز ها هي معروفه فوالا هذه الثمن ديالها شحال هذه 110 درهم هذه 110 درهم فوالا عاده كاينه الصغيره الصغيره هي هذه ديال الزياده كيف ما كيبان لكم 0 موا اي بلس ف 125 امل فوالا الثمن ديالها بشحال هذه 100 درهم 100 درهم يعني كاينه 100 110 120 فوالا هنا كيف ما كتشوفوا معايا وريتكم لا مارك افنت دابا غادي نوريكم لا مارك نوتر بيبي هذه بالنسبه للسيدات مثلا اللي ما كيبغيوش البلاستيك واخا البلاستيك ديال افنت شي حاجه مزيانه مي هاد نوتر بيبي السيدات اللي كيبغيو الزاج ها نتوما وبالنسبه للراس ديالها بحال افنت ها نتوما شي تقريبا كتشبه ليها ولكن هي زاج السيدات اللي كيفضلوا زاج كاين اللي كيبغيو البلاستيك صحي مزيان كاين اللي بغا هذه نوتر بيبي نوتر بيبي فيها الزاج وفيها البلاستيك وحتى هي فيها الصغيره والكبيره يمكن وعجبتني فيها لي كولور بنيتات وليدات فيها اللوان ماشي بحال الاخرى كتجي عاديه ها انتم كيشيبي وفيها الغوز ها هو الغوز بان ليا شفتوا ها الغوز ديالها اها والاثمنه ثمن 65 درهم بصح هذه ديال الزاج الاسمنه مناسبه 65 درهم ها هي ديال الغوز ديال البنيات فيها حتى البيض والمو البيض والمو يعني اربعه الالوان الثمن 65 درهم واللي كبر منها بالنسبه للزاج كاينه في الصغيره كاينه غير في الصغيره فوالا وهذه كبيره هذه كبر منها هذه بلاستيك ها هي ماشي كبيره هذه موين جاب جوكم ها هي بلاستيك شحال ديال الثمن ديالها 60 درهم 60 درهم الزاج 65 وهي 60 درهم ها هي 125 125 امل فوالا والكبيره كاع كاينه 240 وكاينه 330 شفتوا انا غنجبدهم لكم بقاو معايا ها هما البنات انا جبدناهم لكم يعني هذه شحال تقريبا فيها هذه 240 امل وهذه 330 امل
وباش زوينه هذه فيها ملي كيبغي البيبي يشد راه كيشد من هنا وقلتي هذه كتحيد الا ما بغيتهاش كتحيد. شوف الشكل ديالها شوفوا معايا الدسه هنا ديالها وحتى البلاستيك بيان سور اللي هو طبي شي حاجه زوينه والاثمنه هذه 70 وهذه 65 هذه 70 الكبيره والمويه 65 درهم. بالنسبه للتيغلي البنات كاين حاليا متوفر غير نوتخ بيبي شفتوا لا مارك نوتخ بيبي شحال الثمن ديالو هذا؟ هذا 120 درهم 120 درهم هذا كيساعد السيدات فيها حتى الرضاعه كيف ما في الصوره كتجي الرضاعه وكيجي معاها هذيك لاباغاي ديال التيغلي كتعاون السيدات تيكون عندهم هكا مشاكل ما تيطلعش ليهم الحليب زوين هذا بزاف بزاف والثمن ديالو قلنا 120 والسيدات اللي بغاو مثلا تيغلي ديال لامارك افنت حيت هو تيكون شويه غالي سيغ كوموند يعني غير توصيه ويجيبو لك. هنا لوطر كوتي كيف ما كيبان لكم كاين الرويحات ديال لي بيبي كاين هاد الجليدات هادو شتو كاين هاد الرويحات كاين دي برودوي كيف ما كيبان لكم كاينه الشامبوان كاين الحليب ديال لا مارك ميستيلا وحتى ديال لا مارك ميكسا بيبي هانتوما يعني كلشي كلشي هنا متوفر عنده غير باش ما نطولش عليكم ما نقدرش نقول لكم الثمن ديال كل حاجه غادي نختم لكم بصبيبطات صبيبطات جبتي شي حاجه جديده ياك شنو هي هادي الليغا ديال يعني البيبي ملي كيبغي يعض صباعو كديريها ليه ها هي غزاله هذه وتا هي كتبرد حيت سيليكون تخشيها ليه حتى تبرد وديرها ليه في يده بحال ديال البوكس ياك غزاله شحال دايره هذه الثمن ديالها هذيك 30 درهم 30 درهم هانتوما اللوينات كاين الغوز كاين الخضيضر وكاين الشويبي تبارك الله عنده دي كاجيت زوينين. بالنسبه للصبيبطات منين نبداو اخويا ياسين كاين الصبيبطات ما عجبنيها شوفوا 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 الموكاسان طيحت لك كلشي شوفوا الموكاسان كيفاش داير هذا يمشي بنات ولاد ولا وي ولا شتو زوين واعر كيحمق هذا شحال داير هذيك 60 درهم 60 درهم كيف ما كيبان لكم اها شوفوا هذا هاد لي 60 نفس الثمن واعرين شوفوا هادو كيمشيو تما بنيتات وليدات هانتوما انا غنمشي لكم شويه شويه باش تشوفوا هذا فيها لي موتيف ديال المشيشات يعني غيكون بنيتات كثر هذا بنيتات وليدات وليدات شتو واعرين بحال سيليكون فيرس شحال الثمن ديالهم هادو؟ هادوك 70 درهم 70 درهم والقياسات 18 19 18 19 ديالهم موافيين يعني كيجو كبيبرين ما كيجوش مزيرين فوالا وديال تركيا البنات يعني ماشي ديال هنايا والثمن قلنا 70 70 درهم فوالا كاين هادوك الفوقانيين غنجبدهم لكم بقاو معايا هانتوما البنات انا جبدت لكم هما راه تقريبا غير اللوينات اللي مختلفين مي لو موديل هو هذا وفيه بنيتات وليدات شوفوا شحال تيحمق شوف كيفاش كيجي داير واعر بالنسبه للعبارات القياسات اللي فيه فيه 18 ديال الكبيره 16 17 18 كيحمق هذا يمشي بنيتات وليدات وديال البنيتات راه كاين واحد لو موديل في الباج داير فيه هنا بابيون ها هو شتو داير فينا واحد لو بيتي بابيون في الجنب والاثمنه بحال بحال حتى 60 درهم كاملين كلهم 60 درهم اللي غتشوفوهم معايا هذا الكاميل كاين فيه النوار كاين فيه المارون وكاين فيه هاد بحال ان بلون كاسي والتحت ديالو في لوغوز بشحال كلهم قلنا 60 درهم 60 درهم فقط انت تبارك الله راه كاين ان لارج شو وهادو شحال كيبقاو هادوك 70 هادو 70 ديال تركيا بحال مفوتين ب 10 درهم ديال البلاد دايرين 60 وديال تركيا دايرين 70 درهم وضروري البنات قبل ما نختم لكم غنوريكم هذا الكاش بيبي هذا حتى هو من الجديد اللي دخل خويا ياسين المحل شفتوا كيفاش كيجي داير حلوا لي هذه ديال هيلو كيتي شوفوا هيلو كيتي شوفوا كيفاش كيجي من الداخل هذه تقريبا شحال القياسات اللي فيها مناش تقريبا 8 شهور من الزياده من الزياده ممكن تستعملوا حتى 8 شهور بحال كيمشي ستاندر وبالنسبه للوان اللي فيه بلي وريو لي من اللور بعدا نوريو شوفوا هنا كيفاش كيجي القب ديالو واللوينات كاين فيه هذا الشويبي هذا كاين فيه لو بيج وكاين فيه لو روز والثمن ديالو شحال 120 درهم فقط اي فوالا متابعي القناه وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا اللي كانت من المحل ديال خويا ياسين المحل اللي كاين في قصريه الزموري في شارع عبد المؤمن في درب غلف بمدينه الدار البيضاء المحل كيجي مقابل مع المحل ديال العطور والمحل ديال خويا عبد الكريم اللي كيبيع الفولارات غير جو هنا اللي سولتو على خويا ياسين يديكم حتى المحل كيسد فقط يوم الجمعه والارسال في كازا والجميع مدن المغرب غير قبل ما نختم بغيت نوريكم هاد لي كوسان هادو اللي كيستعملوهم لي مامون بالنسبه للرضاعه زوينين هادو خصوصا السيدات اللي كيكونوا دايرين هكا سيزاريان كينفعوهم بزاف الثمن ديالو شحال كيبقاو خويا ياسين 110 درهم راه عنده في لي موتيف
110 دراهم. المهم الى عجبكم لا فيديو البنات ما تنساوناش من جيم 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 وبارطاج، وبالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا القناه وعجباتكم فما تردوش انكم تابوناو وتفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بجديد الفيديوهات المتنوعه اللي كنحط في القناه. كنتسنى التعليق ديالكم والاقتراحات ديالكم، وغادي نقول لكم سلامه ونطلقكم ان شاء الله فيديو جديد.